تقول يا ابني الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على المتهم. نادي يا محمد. بعد مطالعة أوراق الدعوة وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية والذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت في الدعوة أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاء وفاقا، وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الجلسة.